السلام عليكم. اليوم غندير واحد التمرين ديال ديفلوبمون يونيتي، واحد على سينيس ديال اكس مربع على اكس مربع. اذا باش نبداو خصنا نعرفو اول حاجة هي السينيس ديال اكس مربع. عندنا السينيس ديال اكس كيساوي اكس ناقص اكس اس 3 على 6 زائد اكس اس 5 على 120 زائد صفر اكس لوردر 6. اللي بغينا السينيس ديال اكس مربع هو اكس مربع ناقص اكس 3 في جوج 6 زائد 5 في جوج 10 على 120 زائد صفر اكس لوردر 11. نمشيو نديرو دابا السينيس ديال اكس مربع على اكس مربع. نقسم كلشي على اكس مربع غتولي هي واحد ناقص اكس اس 4 على 6 زائد اكس اس 8 على 120 زائد صفر اكس لوردر 11. هنايا عندنا دابا واحد على او مقابل هادشي مقلوب لهادشي. عندنا القاعدة هي واحد على واحد زائد اكس كتساوي واحد ناقص اكس زائد اكس مربع ناقص اكس اس 3. يعني احنا عندنا واحد على سينيس الاكس مربع على اكس مربع كيساوي وهذا الشيء يعني السينيس ديال اكس مربع على اكس مربع اس ناقص واحد. يعني هذا الشيء لقينا في الاول غنديرو ليه ديفلوبمونيتي بهذه الطريقه ديال واحد على واحد زائد اكس. اذا تساوي عندنا اول حاجه عندنا واحد ناقص اكس اكس عندنا هو هذا ناقص اكس اس 4 على 6 زائد اكس اس 8 على 120 زائد صفر اكس 11 زائد عندنا اكس مربع اللي هو ناقص اكس اس 4 على 6 زائد اكس اس 8 على 120 زائد صفر اكس درجة 11 مربع تساوي واحد ناقص مع ناقص وزائد اكس اس 4 على 6 ناقص اكس اس 8 على 120 زائد عندنا هذه مربع هي اكس اس 4 جوج هي اكس اس 8 على 6 مربع هي 36 زائد صفر اكس دائما 11 تساوي عندنا واحد زائد اكس اس 4 على 6 زائد عندنا ناقص واحد على 120 زائد واحد على 36 اكس اس 8 عملنا باكس اس 8 غادي نديرو العملية هادي غتعطينا هي واحد زائد اكس اس 4 على 6 زائد 7 اكس اس 8 على 360 زائد صفر ديال اكس لوردر 11. هذا هو الجواب ديال دالة واحد على السينيس ديال اكس مربع على اكس مربع. هذه هي النتيجة المحصلة ديالها. وشكرا لكم.